الست دي يا عيني كل اللي عملته انها راحت قالت انا عايزه اعمل حواجبي شبه حواجب ياسمين صبري. بصوا حصل لها ايه. متحمسه تشوف النتيجه؟ متحمسه جدا. ايش طلبتي؟ طلبت حواجب طبيعيه اللي هي مرسومه شعره شعره كده زي حواجب هير باي هير. حواجب ياسمين صبري هتطلع شبهها بالظبط، مش قادره احكي لك، هتطلعي بالملي شبهها. تكون كثيفه بالظبط، تكون كثيفة ومرسومة بالشعرة. مسحوبة، تكون عريضة مسحوبة شوية مش كتير. طيب تمام، مستعدة تشوفي؟ يلا واحد اتنين تلاتة. بلاش تشوفي، بلاش، انا عارفة المقالب دي. تشوفي ايه ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ ياسمين صبري زي ما انت طلبتي بالظبط، هي نفس الحواجب، مفيش اي فرق. ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ بنت مصدومه، هو ده عندك حق، انا لو يعني لو حصل لي كده هتسرع. يعني ايه ايه ايه؟ دي حواجب، انت مش بني ادم. ده انت طلبتي مني حواجب كثيفه ومسحوبه، وهي عملت لك اللي انت طلبتيه، عايزه ايه تاني؟ عملتها لك كثيفه ومسحوبه. بلاش افترى بقى على الناس، بلاش افترى. قلتيلي زي حواجب ياسمين صبري. ثواني بس، انا عايزه افهم حاجه. انا مش عايزه اشوف، انا مش عايزه اشوف، انا عايزه افهم انت ايه يعني. ده هيتصلح ولا ده لازق ولا ده نفسه ايه؟ نفسه اللي طلبتيه. ايوه مش عايزه اشوف، انا عايزه اسالك سؤال، ده هيتظبط ولا ده خلاص انا لبست فيه 6 شهور ولا ايه؟ مش فاهمه. حلوه عليكي. ده طريق الملك، ده نفق الثوره، ده انا ايه ده المنظر ده؟ شوفي نفس حواجب ياسمين صبري بس ناقصك ابو هشيمه. البنت المكيرة عسل والله، مستفزة جدا، بتقول لها نفس حواجب ياسمين صبري ناقصك يا ابو هشيمة. جامدة اقسم بالله العظيم، الميك اب ارتست دمها شربات. احلى حاجة عجباني فيها برودها، هي باردة وبتتكلم بهدوء كده ومفيش اي حاجة، يعني عاملة مصيبة وعادي، فاهم كده؟ خلاص ابو هشيمة راح يجيكي. مش عايزة ابو هشيمة، انا عايزة حواجبي. شوفي حل. إلا نفس ما طلبتي. شوفي كده بجد، لو انت مكانها هتعملي ايه؟ هي طبعا في الاخر هيطلع مقلب، وهي هتشيل ده وهيطلع حواجبها تحفه. البنت الميك اب ارتست دي شاطره قوي، بس لو حصل لك كده بجد يعني وما طلعش مقلب هتعملي ايه؟ دي زي دي؟ ايوه كثيفه واثقه من نفسك كمان. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ وانا مش دفعت فلوس عشان تبوظي لي حواجبي بالطريقه دي؟ يعني ايه يعني؟ انا ما بوظتها، انا حليتها. ده انا دي وجهه نظرك انت، انا مش هينفع انا اقعد بالمنظر ده لو سمحت. شوفي لا تجادليني، لا تجادليني، لا تجادليني. لو هي كده اتعصبت، انت كده اتعصبت، هي دي اخر العصبيه عندك؟ والله العظيم انت كيوت. ايه ده طالعه في اورتي؟ رجعي حواجبي الطبيعيه، انا زي ما انا جيت لك، ما تعمليش حاجه في حواجبي لو سمحت. خلاص حواجبك باظت، واللي كان طب كيف هرجعها؟ عملنا ما اعرفش. تصرفي شويه بعدين هيروح. لا مش هيروح، هيفضل موجود، هو فضل موجود في ذاكرتي اساسا، مش هعرف انسى المنظر ده. هذا بس لون. لون ازاي يعني؟ انا حاطه لك لون، همسح الحين هوريك الحواجب الاساسيه. تمام كده هي بتخلص المقلب بقى، وهتوريها حواجبها الحلوه، لان هي فعلا البنت دي بتعمل مايكرو بليدنج حلو قوي. تمام اما اشوف. يلا متحمسه تشوف النتيجه الحقيقيه؟ اتمنى انها تبقى حقيقيه وتبسطني يعني. 1 2 3. شوف ايه ده؟ ايه ده؟ امال ايه اللي كان من شويه ده؟ تحفه بجد، تسلم ايدك، انتي فنانه، واو بجد، مرسومة شعرة شعرة رهيبة خطيرة. بصي والله العظيم انتي احني ايه تتحطت على حواجبي، انتي اشتغلتي وكنتي شغالة في الحواجب وانا مش عارفة ان انتي اصلا شغالة، فبجد thank you، بجد شكرا على الجمال وعلى الحواجب التحفة دي، واخيرا يعني مش هرسم حواجبي تاني اول ما اصحى من النوم. نعيم انت تسلميلي، تسلميلي.